الأخبار والظهيرة مباشرة من الأولى، إليكم العناوين. بعد التساقطات الثلجية الأخيرة، ارتفاع ملحوظ في عدد رواد المنتزهات الجبلية بمرتفعات الأطلس، وذلك بالتزامن مع العطلة المدرسية. فريق الوداد البيضاوي يتمكن من بلوغ ربع نهاية عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على ضيف فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاث أهداف لواحد. والجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة تشارك في معرض ملقا بإسبانيا بوفد هام من الأندية والجمعيات الأعضاء بالجامعة بهدف إطلاع زوار المعرض على ما تتوفر عليه من سيارات عتيقة تعود لمختلف الحقب الزمنية. السلام عليكم، نستهل النشرة بنشرة يقظة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية من المستوى البرتقالي، تتوقع من خلالها نزول زخات مطرية عاصفية إلى غاية الساعة السابعة من مساء اليوم بكل من الجديدة، سيدي بنور، أسفي والصويرة. وخلال الأيام الأخيرة شهدت عدة مناطق جبلية تساقطات ثلجية تفاوتت أهميتها بتفاوت ارتفاعها عن سطح البحر، من بينها منتجع التزلج مشلفن، منتجع يبعد بحوالي 20 كيلومترا من مدينة إفران، تحيط به غابة من الأرض ويتوفر على 5 مسارات للمبتدئين والمتزلجين ومن ذوي الخبرة الذين يرغبون في إعادة اكتشاف متعة التزلج والرياضات الشتوية خصوصا خلال هذه الفترة من السنة. روبورتاج حسن طباعي وأحمد فاضلي. محطة مشلفن واحدة من محطات التزحلق على الجليد، والتي غدت تستقطب سنة بعد أخرى مئات الزوار من مناطق المملكة وخارجها للاستمتاع بالمناظر الخلابة للمرتفعات وللثلوج التي أضفت على المنطقة جمالا يأخذ باهتمام وإعجاب الوافدين خاصة في فترة العطلة. جينا من الرباط لهذه المناطق الجبلية ودوزنا العطلة هنايا، وكان كاين الثلج، كاين الشميسه، كاين الجو رائع، هاد المناطق خلابه، وكنتمناو تكون التساقط الثلجيه مره اخرى ان شاء الله باش نعاود نرجعوا. جينا وتفاجئنا بان هنايا منطقه زوينه، الثلج تبارك الله موجود والدنيا غزاله الحمد لله، وجينا نشطوا مع البليدات هنا شويه، هما كيعجبهم الثلج يلعبوا فيه وهادي كاين الشميشه، لعبنا شويه، كاين الثلج الحمد لله، نتمنى نرجعوا مره اخرى. هذه المحطة السياحية توفر لزائريها كل المستلزمات الخاصة بالتزلج إما للاستئجار أو الاقتناء، كما تعرض العديد من المنتوجات المحلية التي تميز المنطقة. الوقت كيكون عندنا الإقبال، وهذا اللي وهذا الشيء اللي كنسينو الحمد لله، هذا العام عطانا ربي هذا الخير، وكيجيو الناس من كل موضع الحمد لله، من الرباط الدار البيضاء، وكناكلو ونشربو معهم الحمد لله. الأجواء رائعة وتسالينا، دوزنا أوقات زوينة وتقضينا شوية التورات من هذه التورات المنطقة، ونعاود نتمنى إن شاء الله نرجع مرة أخرى. مشلفن بموقعها الجغرافي وثراء طبيعتها ومناظرها تشكل إذن قبلة لهواة ومحترفي رياضة التزلج، مما يدعم القطاع السياحي بمنطقة تتميز بجمالية وهدوء المكان. في الخبر الطبي، انطلقت صباح اليوم بالرباط فعاليات يوم علمي حول الكشف عن سرطان الثدي. التظاهرة تنظمها الجمعية المغربية للطب الإشعاعي بهدف التحسيس بأهمية الكشف الإشعاعي المبكر لسرطان الثدي والاطلاع على جديد تقنيات التصوير الإشعاعي. حنان أرسلان وسعيد إشاصي. خبراء ومهنيون من المغرب وسويسرا التأموا في هذا اليوم العلمي بهدف تدارس جديد التقنية الإشعاعية في مجال الكشف عن سرطان الثدي. تشخيص هذا الداء ولا سيما في مرحلة مبكرة يرفع من حظوظ العلاج في وقت وجيز وبأقل تكلفة. أهمية وسائل الفحص والتشخيص والتصوير الطبي في الكشف على سرطان الثدي اللي هو كيقيس مرأة على 3 تقريبا، والهدف الثاني هو أننا كنبينوا بأن هاد
الوسائل ديال الفحص كيمكنوا ماشي غير الكشف ولكن كيمكنوا حتى من التدقيق في النوعية ديال المرض. الهدف هو الكشف المبكر لسرطان الثدي، لأننا إذا اكتشفنا المرض مبكرا كل شيء سيتغير. نريد إنقاذ حياة هؤلاء النساء، ففيهن أمهات أخوات وزوجات. كلما اكتشفنا المرض مبكرا تتغير حياة النساء. الجمعية المغربية للطب الإشعاعي دأبت على تنظيم مؤتمرات علمية مماثلة في رصد علمي متخصص لمجال الطب الإشعاعي. جديد تقنيات الكشف الإشعاعي لا تقتصر فقط في تشخيص مرض السرطان، بل في التدخل العلاجي لإزالة الأورام بعمليات دقيقة وفعالة، تقنية يسعى الخبراء من أجل نقلها إلى المغرب. في المجال الصحي دائما، نظمت الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بالرباط بشراكة مع جمعية العمل الاستعجالي يوما وطنيا لفائدة المستفيدات من مراكز التكوين التابعة للاتحاد بمركز التكوين بحي اليوسفية بالرباط. المبادرة تهدف تقديم الخدمات العلاجية المجانية في العديد من المجالات. ياسين بن جلون وحمد السعيد. الكشف الصحي وتقديم العلاجات والأدوية المناسبة هدف رئيس لهذا اليوم الطبي الذي شمل 100 مستفيدة وضم تخصصات متنوعة. قريت الإعلان، جيت أنا بغيت أنا نستافد منهم ودوز دابا درت الفازة والحمد لله كل شيء مزيان، وكنشكرهم على هذه المبادرة هذه. دوزوا لنا هاد الناس الله يرضي عليهم الله يجازيهم بخير، يدوزوا لنا على الصحة ديالنا وحنا مراد وفابور. كل عام كنستافدوا والحمد لله دائما كندوزوا الأطباء في المستوى. اليوم الطبي هو فرصة أيضا للتحسيس والكشف عن بعض الأمراض المزمنة والتوجيه المصابات بها إلى مراكز صحية متخصصة. كنحاولوا باش نشوفوا الكشف عن سرطان الثدي، عن سرطان عنق الرحم، وكنحاولوا نلقاو الناس اللي عندهم سكر اللي عندهم طونسيون، كنديروا كونسلت فحوصات أولية، واللي كان عنده شي حاجة غير ما كنعطيوه الدواء ولا كنصيفطوه للمراكز المختصة باش يتبع. مبادرات إنسانية تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية وتنسجم مع تصورات المسؤولين في تقديم الخدمات العلاجية الضرورية. أكدت وزارة الصحة أن المصالح الصحية الوطنية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة في بلاغ لها صادر أمس إنه منذ الإعلان عن ظهور حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن فيروس كورونا المستجد بجمهورية الصين الشعبية في 31 من دجنبر الماضي وإلى حدود يوم أمس الجمعة لم تسجل المصالح الصحية الوطنية أي حالة إصابة بهذا الفيروس. ولتفادي انتشار الفيروس في المملكة يتابع البلاغ، تعمل وزارة الصحة على ترصد الداء عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيئت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه. نمر للخبر الدولي للنشر ونستهله بجديد ملف فيروس كورونا، حيث أمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبه فيها بالفيروس المستجد على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1287. أما خارج الصين فسجلت إصابة ثانية بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وثلاث إصابات في فرنسا وإصابة بأستراليا. تقرير خالد الأحمدي. عدد الوفيات في الصين جراء فيروس كورونا يرتفع إلى 41، فيما تسجل حاليا 1287 حالة إصابة بالفيروس عوض 830 حالة قبل 24 ساعة. الجيش الصيني ينشر أطباءه اليوم في منطقة تفشي الفيروس، والسلطات الصينية تغلق 5 مدن جديدة ليصبح عدد المدن التي يشملها حظر السفر 18 مدينة، علما أن معظم الحالات سجلت في مقاطعة هوبي، وبالإضافة إلى إلغاء الاحتفالات بالسنة القمرية التي كانت مقررة اليوم، تتخذ السلطات الصينية إجراءات للكشف عن فيروس كورونا في كافة وسائل النقل البري الجوي والبحري. إجراءات تروم أيضا الحد من انتشار الفيروس خارج الصين، فبالإضافة إلى عدد من الدول الأسيوية تم تسجيل حالات إصابة بقارات أخرى من ضمنها القارة الأوروبية وبالتحديد في فرنسا.
Avec les avions, ça se transporte. عن طريق الطائرات الفيروس ينتقل على أي. لن أسافر حاليا إلى الصين، لكن هناك احتمال لخروج الأمر يعني السيطرة. لا أتخذ إجراءات خاصة. حسب ما فهمت، مركز الفيروس يظل في الصين، وأظن أنني محمي رغم تسجيل حالات إصابة في باريس. حسب ما فهمت، هم أشخاص سافروا إلى الصين فعادوا مصابين. الولايات المتحدة بدورها ليست في منأى عن الفيروس، إذ تم تسجيل حالة إصابة ثانية، فيما تم الإعلان في أستراليا عن أول حالة إصابة. المصابون في مختلف البلدان كانوا قد زاروا المدن التي يتفشى فيها الفيروس في الصين، واتخذت إجراءات لعزلهم تحسبا لانتشار الوباء. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا إلى أزيد من 22 قتيلا وأكثر من 1000 جريح في وقت وصلت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الركام صباح اليوم، ولا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب ليلة الجمعة وبلغت قوته 6.8 درجات. وتم تحديد مركز في بلدة سيفريس في محافظة الإيزيغ شرق تركيا. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري تقدمت باتجاه مدينة معارة النعمان التي تشكل السيطرة عليها هدفا رئيسيا للنظام، وذلك بعد معارك مع فصائل مقاتلة أدت إلى مقتل 23 عنصرا. وقال المرصد إن قوات النظام سيطرت على بلدتي الدير الشرقي والدير الغربي بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وباتت الآن على بعد كيلومترات من مدينة معارة النعمان. وهذه المدينة التي يسيطر عليها المقاتلون هي آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق، وتشكل استعادته هدفا رئيسيا للنظام السوري. التقى وزير مالية لبنان الجديد اليوم مسؤولا رفيعا في صندوق النقد الدولي في وقت يشهد البلاد انهيارا اقتصاديا وماليا متسارعا. ومنذ أشهر يواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصاريف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للاشتباكات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود الصارمة المفروضة. نواصل بقية أخبار النشرة من قلعة سراغنا. وكما بالمدينة وفي عدد من المدن الأخرى، تنظم المنظمة الكشفية المغربية برنامجا تكوينيا وتثقيفيا لفائدة الشباب من أجل تأهيلهم ليصبحوا قادرين على تحمل المسؤولية. البرنامج استفاد منه أزيد من 50 شابا وشاب. سكين الإدريسي وعمر شليتي. الكشافة المغاربة بقلعة سراغنا على موعد اليوم مع أنشطة تكوينية متعددة تبدأ بالتحية والسلام، لينطلق بعد ذلك برنامج تثقيفي وتربوي غني ومتنوع. هذا التدريب برمته يحتوي على 50 فردا من مختلف الفروع، و البرنامج المسطر والمخطط فكان يحتوي على معلومات عامة وأنشطة تربوية كشفية. ضمن البرنامج التكويني الذي استفاد منه الكشافة المغاربة حصة للعناية بالبيئة وتنظيف المحيط الذي سيستغلونه فيما بعد لممارسة أنشطتهم الترفيهية. استفدنا منه بزاف الحوايج، انه عرفنا تاريخ منظمه الكشاف المغربي بصفه خاصه وتاريخ دخول على المغرب والاحداث وكيفاش حتى تاسست منظمه الكشاف المغربي، ودازوا عروض على منظمه الكشاف او تاريخ الكشفيه بصفه عامه في العالم كامل. شبابنا اليوم في حاجه لمثل هذه التكوينات، استفدنا منه الكثير وذلك في جوانب متعددة نذكر منها: سبل التعامل مع الطفل الذي يحتاجه كل ناشط في المجال التربوي، وكذلك السبل التي تساعدك إذا كنت في الخلاء، وهذا شعار منظمتنا. حصص تثقيفية وأخرى تربوية بالإضافة إلى فقرات ترفيهية متنوعة استفاد منها المشاركون. برنامج حظي به كشافة آخرون في عدد من المدن، والهدف الرقي بالكشاف المغربي وتأطيره حتى يمارس القيادة الكشفية بكل احترافية.
في الخبر الرياضي، تمكن فريق الوداد البيضاوي من بلوغ ربع نهاية عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيف فريق اتحاد العاصمة الجزائري ب3-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس لرسم الجولة 5 من منافسات المجموعة 3. عبد الحق بيهت. في أجواء ليلية حماسية ممتعة، وكما كان منتظرا من نسبة كبيرة، لم يضيع فريق الوداد البيضاوي الفرصة وهو يستقبل ملعبه أمام الجمهور المتحمس العريض فريق اتحاد العاصمة الجزائري. وكان الشوط الأول كافيا لحسم اللقاء لفريق الوداد البيضاوي الذي افتتح الحصة مبكرا في الدقة 7 وسط اللاعب وليد القادري. وبعد مرور 23 دقيقة يضيف اللاعب بديع أوك هدفا ثانيا لفريق الوداد البيضاوي قبل أن يعمق اللاعب الكونغولي كازادي كاسانغو الفارق إلى 3 أهداف في الوقت الميت من جرايات الشوط الأول بضربة رأسية بديعة وممتعة للغاية. فريق اتحاد العاصمة الجزائري انتظر إلى حدود الدقة 79 ليوقع هدف الشرف وسط اللاعب ربيع مفتاح ليتأهل فريق الوداد لدور الربع ربع نهاية دوري أبطال إفريقيا قبل الرحيل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة المتزعم ماميلودي سانداونز في آخر دورة عن دور المجموعات. وعن نفس المنافسة وعن الدورة 5 أيضا، لكن هذه المرة بالمجموعة 4، ينازل اليوم بملعب رادس بتونس فريق الترجي التونسي فريق الرجاء البيضاوي. وعشية اللقاء الهام بالنسبة لفريق الرجاء، أكد مدرب الفريق جمال السلامي أن فريقه جاء إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد الترجي. عودة مع عبد الحق بيهت. رحل فريق الرجاء البيضاوي إلى تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي برسم منافسة الجولة 5 وما قبل الأخيرة للمجموعة 4 لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم. فريق الرجاء استعد بما فيه الكفاية للبحث عن الفوز والتأهل المبكر لدور الربع. لقاء الديربي كيكون عنده واحد طعم خاص، يعني بحكم الديربي دائما كيكون عنده أجواء خاصة، يعني فريق الترجي فريق قوي هو متصدر مجموعة، لكن هذا ما كينقص بحجم فريق الرجاء البيضاوي، يعني عنده لاعبين في مستوى نقطة تكفينا باش نكونوا أنا الأولانيين وفي المركز في المركز الأول. دونك ما فهمش علاش ما نكونوش أنا هادئين، ما نكونوش معناها لوسيد، نكونوا صبورين ومركزين كما يلزم ونصبروا سورتو نلعبوا الفوتبول نتاعنا فبالليكيليبر نتاعنا وكل شيء، وان شاء الله النتيجه تجي من بعد كي نلعبوا ان شاء الله النتيجه تجي ان شاء الله. الاكيد ان فريق الرجاء البيضاوي سيحاول الظهور بشكل جيد لتحقيق الفوز امام فريق عتيد اسمه الترجي التونسي لرد الاعتبار والتاهل المبكر والمستحق. ونختم النشر من فضاء المعرض الدولي للسيارات العتيقة بمدينة مالاغا الإسبانية التي تشارك فيها الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة بوفد هام من الأندية والجمعيات الأعضاء بالجامعة، وذلك بهدف إبراز أو إطلاع زوار المعرض على ما تتوفر عليه الجامعة من سيارات عتيقة تعود لمختلف الحقب الزمنية. أمين هنوي ومحمد الناصري. من مدينة البوغاز طنجة كانت انطلاقة قافلة الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة للمشاركة للسنة الثانية على التوالي في معرض مالاغا الدولي للسيارات الكلاسيكية أحد أهم المعارض الأوروبية والدولية في هذا المجال. الوفد المغربي حظي باستقبال كبير من طرف منظمي هذا المعرض في إطار ترسيخ العلاقات المتميزة بين إسبانيا والمغرب وإبراز ما تتوفر عليه المملكة من سيارات عتيقة ترجع لمختلف الحقب الزمنية. سعيدة جدا بالمشاركة في هذه التظاهرة. هذه هي السنة الثانية التي تشارك فيها الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة ونحن سعداء بذلك. الجمعيات اللي كانوا هذا العام يعني تزادوا الجمعيات، لأن السنة الماضية كانوا شي 30 جمعية، دابا كاين 37 جمعية، يعني كان الحضور مكتف لأن حتى الناس ديال الجالية جاو، لأن عندنا حتى الناس اللي كيمثلونا في هولندا وفي بلجيكا وفي ألمانيا. المشاركة المغربية بمعرض مالاغا الدولي للسيارات الكلاسيكية تتميز هذه السنة بحضور عشرات الأندية والجمعيات القادمة من مختلف مدن المملكة كالناظور أكادير بني ملال والرباط. هذه السنة الثانية اللي كنشاركوا في هذا المعرض مالاغا الدولي،
والحمد لله هذه السنة كتمتاز بالخصوص بمقارنة مع السنة الفارطة بمشاركة كثيرة ديال الجمعيات المغربية، والحمد لله هذا كيدل على النجاح ديال هذه الدورة. حنا كجمعية للسيارات العتيقة سنويا كنمثلوا مدينة الدريوش ومدينة الناظور في هذا المعرض اللي هو معرض عالمي في مدينة مالاقا. المرة الثانية على التوالي كنشاركوا في المعرض ديال مالاقا إن شاء الله بحول الله، والجمعية ديال المغرب كلهم إن شاء الله بحول الله مشاركين معنا من ناظور من الدريوش لبني ملال. وقد حظيت قافلة الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة لدى وصولها إلى إسبانيا باستقبال قنصل المملكة بالجزيرة الخضراء، حيث تم الاطلاع على أهمية المشاركة المغربية بهذا المعرض. استقبال يعني الوفد المشارك في التظاهرة اللي هي عندها علاقة بالسيارات العتيقة، والجامعة الملكية المغربية لأصحاب السيارات العتيقة اللي كيمثلوا المغرب في مالاقا في هذا اللقاء الدولي، واللي كيشرفونا يعني بالمستوى ديال الحضور ديالهم. ويعد هذا المعرض من أبرز الملتقيات الأوروبية والدولية للسيارات الكلاسيكية، حيث يقصده سنويا مئات المشاركين والمحبين للسيارات، وهو مناسب اليوم لإبراز ما تزخر به المملكة من سيارات عتيقة ونادرة. وقبل التذكير بالعناوين نذكر ببلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي تنهي من خلاله إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوب الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر جمادى الثانية ستكون يومه السبت، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته بواسطة أرقام الهاتف والفاكس الظاهرة الآن على الشاشة. إلى التذكير بالعناوين. بعد التساقطات الثلجية الأخيرة، ارتفاع ملحوظ في عدد رواد المنتزهات الجبلية بمرتفعات الأطلس بالتزامن مع العطلة المدرسية. فريق والوداد البيضاوي يتمكن من بلوغ ربع نهاية عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف لهدف واحد. والجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة تشارك في معرض مالاقا الإسبانية بوفد من الأندية والجمعيات الأعضاء بالجامعة بهدف إطلاع زوار المعرض على ما تتوفر عليه من سيارات عتيقة تعود لمختلف الحقب الزمنية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء، أهلا بحضرتك.